أيضا من رام الله ينضم إلينا أحمد زكرنا الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك معنا. ربما سأبدأ معك بزيارة أنتوني بلينكن إلى إسرائيل. ربما التحليلات أو التسريبات التي تخرج عن هذه الزيارة أن بلينكن يبدي تذمره من مرور شهر على بداية هذه الحرب ومرور أسبوع كذلك على بداية الاجتياح البري ولم تحقق إسرائيل الأهداف المطلوبة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هل نستنتج أنه إذا طال أمد هذه الحرب ربما يتوقف أو يقل هذا الدعم الغربي لإسرائيل؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الأعزاء. كما تفضل الدكتور أحمد قبل قليل، لا تعني كل التصريحات الصادرة عن هذا المسؤول أو ذاك هي حقيقة الأمر. حقيقة الأمر على ما يبدو بأن هناك قرار في الإدارة الأمريكية بالتخلص من نتنياهو. علينا أن ننظر إلى بعض الشواهد السريعة. قبل ساعتين من الآن صرح يائير لابيد وزعيم المعارضة بأن إسرائيل ليست مكانا آمنا في أو ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية وليست قوة إقليمية ولم تربح الحرب. معنى هذا التصريح بشكل أو بآخر أنه يقدم حاله على اعتبار أنه قد يكون بديل محتمل لنتنياهو. هذه واحدة. الثانية، القوة التدميرية الصاروخية التي ضربت على غزة في الساعات الأخيرة تشي بأن هناك محاولة لتصعيد الساحة، وتصعيد الساحة له إما دلالة سياسية واضحة أيضا أشرتم إليها قبل قليل أن هناك اتفاق ما، أو أن نتنياهو يحاول أن يبحث عن انتصار موهوم، وهذا يتوافق مع تصريحات الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال. وصلنا إلى نقطة البحر لأن الوصول لا يعني ولا شيء. ويحاول أن يصوت ما بين مزدوجين انتصار موهوم إلى الجبهة الداخلية التي بدأت في الحراك ضده بشكل واضح وصريح. أضف على ذلك بأن هناك حالة إرباك عبر عنها هذا الوزير المتطرف النازي المجرم المسمى وزير للتراث إلياهو حينما طالب بضرب غزة بالقنبلة الذرية، علما بأن ما تضرب به غزة هي قنابل زلزالية، والقنابل الزلزالية هي لا تقل وقع تدميري على عن القنبلة الذرية. هي تسقط من علو شاهق نحو الأرض وبسرعة الصوت. هي استخدمت لأول مرة في الحرب العالمية الثانية ضد المخابئ الألمانية المحصنة. هي تتسبب في انفجارات تحاكي الهزات الأرضية، والجيش الإسرائيلي فعلياً استخدمها أكثر من مرة في هذه الجولة من الحرب وآخرها في اليوم، وهي تعمل على اختراق الأنفاق هكذا يقولون، وقد تصل إلى عمق 30 متر ثم تنفجر، وهي تمتلك قوة يعني تدميرية قد تحاكي زلزال بقوة 3.6 درجات، ويصل وزن هذه القنبلة إلى 10 أطنان. بمعنى أن هذه القوة التدميرية التي يناشدها أو يطلبها هذا الوزير الفاشي هي حاصلة على أرض الواقع منذ اليوم الأول من هذه الجولة من الحرب. هناك حراك سياسي يجب أن ننتبه له يقوم به بلينكن في المنطقة. هذا الحراك أيضا يشي إلى أمور عديدة وكثيرة، إما أن الإدارة الأمريكية وضعت حد زمني أو سقف زمني لانتهاء هذه العملية بهذا الشكل، لأن المجتمعات الغربية بدأت في التحرك الواسع. وهنا أستوقفك أستاذ أحمد، هل إذا ظل الوضع على ما هو عليه وهل إذا لم تحقق إسرائيل النصر بالنسبة إليها وبالنسبة لأمريكا، هل خيار الإطاحة بنتنياهو سيكون هو الأقرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ نتنياهو أطيح به وانتهى أمره. نتنياهو اليوم هو في الصورة فقط إلى أن تنتهي هذه الجولة. أما الساحة الإسرائيلية عبرت عن ذلك في استطلاعات الرأي التي صدرت يوم أمس. 76% من الجمهور الإسرائيلي يطالب
باستقالته الآن وليس بعد الحرب. الآن أو بعد الحرب، ولكن هم يفضلون الآن، وبالتالي هناك حراك لاستبدال نتنياهو. هناك أخبار تتوارد من الجبهة الداخلية في داخل إسرائيل تقول أن الموساد ضد نتنياهو، وأن الشباك ضد نتنياهو، وأن قوى المعارضة بدأت تتحرك مع أهالي المحتجزين والرهائن. واليوم صرح عدد من أهالي المحتجزين والرهائن بتصريحات قاسية ضد إلياهو وتصريحه الأخير. أضف على ذلك ما ما لهذه التصريحات من أضرار على صورة إسرائيل حول العالم، وهي لم تعترف يوما بأنها تمتلك القوى النووية. صحيح. وبالتالي هناك إشكاليات واضحة المعالم على الجبهة الداخلية. منبعها الأساس وسببها الأساس هي هذه المقاومة التي تستبسل في الدفاع عن نفسها وعن أرضها وعن كل شبر في غزة، وإن دخلت الدبابات والآليات إلى كل منطقة في غزة، هذا لا يعني في عالم العسكرة وفي عالم الحروب لا يعني شيء طالما لم تحقق شيء من أهدافك. والهدف الأساسي لإسرائيل هو بالأساس هدف موهوم، هدف لا غير طابق، غير ما هو الهدف الأساسي أستاذ أحمد؟ لأن نتنياهو يغير هذا الهدف بين الحين والآخر وكل فترة. الهدف المعلن هو تدمير وإنهاء حماس. فيش شيء اسمه إنهاء حماس، لأنه حماس أو غير حماس، هي هذه أصحاب الأيديولوجيات والعقائد هم يستوطنون العقول وليس الأراضي وفقط. وبالتالي أنت تستطيع أن تتحدث عن القوة الأمنية، القوة العسكرية على أرض الواقع، وهذا حتى هذا لم يتحقق. نعم، ما شهدته غزة اليوم هو بحاجة لعشر سنوات حتى تعود غزة إلى ما كانت عليه. لا يمكن لحكم حماس أن يعود بالشكل الطبيعي بعد هذه الجولة، هذا صحيح لا يمكن إنكاره. ولكن وإلى أين تذهب التوقعات؟ ما الذي سيحدث في التوقعات، أو ما الذي سيحدث في القطاع بعد انتهاء هذه الحرب؟ هلأ هذه سيناريوهات يحاول كان أيضا الأمريكي والإسرائيلي أن يسوقها في المنطقة قبل أن ينتهي من الحرب. ولم ينتهي، وإلى الآن لم ينتهي من هدفه المعلن، لا على جهة إنهاء حماس بكليتها، ولا على جهة أيضا إنهاء أو التخلص من حكم حماس على أرض الواقع، وهو ما الموقف الذي أبدته السلطة اليوم. إنه لا يمكن أن نتحدث فيما هو قادم دون أفق سياسي. الرئيس محمود عباس أبلغ بلينكين اليوم: نحن قد ندخل معكم في أي حراك بشرط أن يكون هناك أفق سياسي، دون هذا الأفق السياسي نحن لا نستطيع، ولا يستطيع أي فلسطيني أن يذهب إلى غزة على ظهر الدبابة، ولا هو مقبول، ورفضته منذ اللحظة الأولى القيادة الفلسطينية، وما زالت ترفضه وتعبر عنه بشكل واضح وصريح. تحديداً أن ما يطرح اليوم هو بدون أفق سياسي واضح لإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض، من الضفة الغربية إلى القطاع، ومن القطاع إلى القدس. ما هو أي أفق سياسي يمكن أن نتحدث عنه؟ وأكثر من 20 مجزرة ترتكب يوميا، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد وتيرتها يوما بعد الآخر، أي أفق سياسي يمكن أن يتم الحديث عنه في ظل استمرار هذه الانتهاكات وحتى عدم الموافقة على وقف الإطلاق النار؟ أنا سأقول لك اقتراح، وأتمنى أن يلتقطوا كل القادة والساسة والمجموعة العربية. اليوم هناك لحظة تجلي قد لا تتعوض في أي وقت لاحق. اليوم المجتمعات الغربية في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا، في كل مكان حول العالم لديها موقف أخلاقي لم يكن حاضرا من قبل. هذا الموقف لا ينم فقط عن الوقوف مع الضحية، ولكن الوقوف مع الحق، وهذا فارق جوهري يجب الانتباه إليه. التحرك الأمريكي لم يأتي عبثا، ولم يأتي لسواد عيون الفلسطينيين، ولا لسببين أساسيين: أن الحرب على أرض الواقع لم تنجز المهام المطلوبة، هذه من جهة، ومن جهة وفي الجهة الثانية بأن
الحراك والتحول الاجتماعي الذي تشهده الغرب، يشهده الغرب وتحديدا في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، لم يسبق له مثيل في التعامل مع الملف الفلسطيني على قضية على أرضية لها علاقة بالقانون ولها علاقة بالبعد الأخلاقي. اليوم هذا التحول يجب أن تلتقطه المجموعة العربية. ولكن هنا أستوقفك يا أستاذ أحمد، هل هذه الدول الغربية هي يهمها هذا البعد الأخلاقي؟ هل بعد ما ارتكب وبعد ما حدث على مدار شهر، هل بدا واضحا أنهم يكترثون لهذا البعد الأخلاقي حتى بعد هذا الحراك الشعبي؟ حقيقة هم بحقيقة الأمر لا يكترثون. وحينما كنتم قبل قليل تشبهون بما فعلته حتى النازية لم تفعله، أمريكا فعلته. أمريكا نفسها هي من جربت ضرب القنبلة النووية في اليابان نكازاكي وهيروشيما، وأمريكا فعلته في أفغانستان وهذه القوة التدميرية والعراق وفي فيتنام، وبالتالي أمريكا هي كذلك. ونعم هم لا يكترثوا بهذا البعد، ولكن هنا نقطة هامة يجب أن ننتبه إليها. هم يتأثرون بالحراك الداخلي لسببين، السبب الأول اقتصادي والسبب الثاني سياسي. ما تشهده أوروبا اليوم وتحديدا هذه الدول الثلاث أمريكا وبريطانيا وفرنسا لم تشهده من قبل على جهة الوقوف مع الحق وليس تضامنا مع الضحية، وهذا فارق بيني يجب أن ننتبه عليه. أضف على ذلك أن هذه أوروبا التي أنشأت هذه الدولة في المنطقة العربية ليست هي أوروبا 1948 التي كانت يعني تنتهي من استعمار فيزيائي حاضر على أرض الواقع إلى استعمار بأشكال أخرى. اليوم أوروبا لديها مشاكل اقتصادية، لديها مشاكل عسكرية في أوكرانيا وخلافها هنا وهناك، لديها الكثير من العوامل التي تهتم بها أكثر من اهتمامها بهذه الدولة. رقم اثنين وهذا مهم، بأن النخبة الحاكمة في إسرائيل ليست هذه النخبة التي أسست إسرائيل، وبالتالي لديها أفكار صهيونية تحاول أن تسير ضمن مخطط استعماري واضح المعالم. الموجود اليوم في النخبة السياسية هي نخبة متخبطة لا تربطها بهذه الأرض إلا أمرين، الأمن والاقتصاد. الأمن اخترق بالعملية في 27، والاقتصاد أن ينهار بشكل واضح في إسرائيل اليوم. لولا المساهمات والمساعدات الأمريكية ما كان لتقف إسرائيل إلى هذا اليوم. إسرائيل توهم العالم بأنها قادرة على الاستمرار في هذه الحرب إلى شهرين وثلاثة. العرب يستطيعون، أي جهة في العرب يستطيعون، أما يستطيعون لأسباب كثير، أقلها أنهم لديهم المقدرة على التكيف، تكيف مع ما جاء من حالة. رقم ثلاثة وهذه مهمة، أن الوعي الفردي والجمعي لدى الفلسطيني والعربي ليس هو نفس الوعي الفردي والجمعي الذي كان في العام 1948. هذه العوامل مجتمعة إلى إضافة إلى العوامل التي تشهدها العالم، يشهد العالم بأكمله من جهة تغيير النظام الدولي وتحرك الصين وروسيا هنا وهناك، هذا يجب أن تلتقطه المجموعة العربية مع القيادة الفلسطينية وتبدأ في تغيير قواعد اللعبة في وضع نقاط مختلفة عما كانت، إما لعملية سلام وإما لمواجهة. ببساطة شديدة، إذا استمر الأمر على ما هو عليه لأسابيع قادمة، هذا سيؤثر على جبهتين أساسيتين، الجبهة الأردنية وعملية السلام وادي عربة، والجبهة المصرية وعملية السلام كامب ديفيد. ليس لأن مصر أو الأردن لا يريدان السلام، ولكن لأن المحتل يدفع بالشعوب العربية لتغيير ما هو قائم بالتأكيد. وعلى كل حال يعني التحليلات تذهب إلى أن المنطقة بعد هذه الحرب لن تعود بالتأكيد كما كانت قبلها. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من رام الله أحمد زكرنا الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.